نجح مشروع زراعة الورد الطائفي في أبها، وذلك بعد تجارب استمرت 10 سنوات شملت بحوثا ودراسات مكثفة على الموقع والمناخ والتربة. ويعد المشروع الأكبر على مستوى المملكة، حيث بدأ بزراعة 1500 شتلة ورد طائفي ووصل إلى 60,000. وردك يا زارع الورد فتحوي ما لا على عود، كل فردي على الورد من بالجمال موعود. وردك يا زارع الورد. استنساخ التجارب والأفكار لصالح رقي وتطور المنطقة وتدعيم الحركة السياحية فيها كان عنوان مشروع جنى الثمرات الزراعي بمدينة أبها، والذي اهتم منذ سنوات بالزراعة واستصلاح الورد الطائفي في غير مدينته الأصل، لتصبح هذه المزرعة هي الأولى على مستوى المملكة من حيث عدد الشجيرات، حيث يبلغ عددها أكثر من 60,000 شجيرة تنتج دهن الورد وماء العروس وماء الورد الذي يعد خلاصة هذه الوردة الزكية. نستطيع أن نصل إلى 100,000 شجيرة ورد طائفي لتكون المزرعة على مستوى الشرق الأوسط، وإن شاء الله نقوم بإدخالها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لتكون مدينة أبها هي أول مدينة أو أول مزرعة للورد الطائفي في الشرق الأوسط تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهذا إن شاء الله بتوفيق الله. يتم قطف هذه الزهرة منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك لارتفاع نسبة الدهن في هذا الوقت، وذلك بأيدي مدربة على طريقة القطف، بحيث لا تفقد هذه الزهرة مكوناتها الأساسية التي تعطي هذا المنتج رائحته وكمية إنتاجه. إذن ها هو مشروع جنى الثمرات الزراعي بمدينة أبها، بات منافسا على مستوى المملكة ورسالة على مستوى الشرق الأوسط قريبا. لقناة الإخبارية عبد الله العبيد أبها.